بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور سنة فؤاد محمد من جامعة بابل كلية فنون جميلة قسم التصميم. اليوم راح ناخذ محاضرة أو نتكلم عن محاضرة قد تكون جديدة أو قد تكون مستلة من بعض المصادر التي تعمل من خلالها على إعطاء رؤية جديدة لعالم الصحافة، هذا العالم الكبير الذي يحتوي على العديد من التكوينات والعديد من الرؤى التي من خلالها يستحصل المتلقي على المعلومة الخبرية أو المعلومة بشكل عام. بالطبع الصحف كما نعلم عديدة في العالم، تتكون من العديد من التكوينات أو الأبواب أو الاستحداثات التي بعضها لهم قارئ عن قارئ آخر، بعض القارئ أو بعض القراء يبحثون عن معلومة علمية، البعض الآخر يبحث عن معلومة اجتماعية، والبعض يبحث عن معلومة رياضية أو سياسية أو بما تخدم الفكرة التي يبحث عنها القارئ. بالطبع المصمم هو المحور الأساسي والمحور المهم الذي يتعامل من خلاله الصحيفة بكل تكويناتها التي تتكون خلالها. كنا نعرف الصحف مختلفة، وقد تكون صحف محلية، صحف عربية، صحف دولية. البعض الآخر يسأل عن بعض الصحف، هل صحف تتكون من صحف صباحية أم صحف مسائية؟ بعض الطبعات تكون طبعات صباحية، وبعض الطبعات أو بعض الطبعات تكون طبعات مسائية. الكل هنا يختلف عن الجزء، والجزء يختلف عن الكل. البعض تتكون من أخبار صباحية تختلف اختلاف جذري عن الأخبار التي تكون بالأخبار المسائية. وأيضا هناك صحف ورقية وصحف إلكترونية موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه رؤية بشكل عام عن الصحيفة أو هذا التكوين الخبري المهم الذي يبحث عنه كل مواطن صباحا أو مساء. اليوم نتكلم عن لغة الإخراج الصحفي. ما هذه اللغة؟ ومن تكون هذه اللغة؟ وكيف تنشأ هذه اللغة؟ وهل من الممكن لهذه اللغة أن تكون بصيرة القارئ أو رؤية القارئ عن مواد جديدة؟ إذن ما هي لغة الإخراج الصحفي؟ في الحقيقة الإخراج الصحفي ممكن أن نعطيه رؤية كلمة المهندس المعماري، كيف هذا المهندس المعماري يكون بناية كبيرة تتكون من عدة طبقات، عدة تكوينات، كيف تكون وكيف تنشأ وكيف تؤسس. نفس الشيء في الصحيفة اليومية أو الفصلية أو الشهرية، تتكون من طبقات، تتكون من أعمدة، تتكون من ماشيتات، تتكون من مواد خبرية. لذلك لغة الإخراج الصحفي تتضمن كخطوة أولى من هذه الخطوات هي إصدار صحيفة، وكما نبين في الشكل الآتي هي عملية فنية وصحفية تتعلق بالمظهر الخارجي وبالشكل الفني للصحيفة، مجموعة من الخطوات أو العمليات الفنية التي تتضمن داخلها قرارات أو اختيارات بين مجموعة من المتغيرات الصحفية والإخراجية التي يمكن أن نحصرها بمجموعتين. بالحقيقة الشكل الخارجي للصحيفة الذي يعمل من خلاله المصمم مع المحرر الذي تكون المادة التحريرية من خلاله، الشكل شيء جدا مهم، والمضمون أيضا شيء جدا مهم في لغة الإخراج الصحفي. في الحقيقة احنا اشتغلنا على مجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة الخطوات المرتبطة بالشكل،
فور او التصميم الديزاين الاساسي للصفحه. اما المجموعه الثانيه هي مجموعه الخطوات المرتبطه بالتنفيذ او التوظيف، بغض النظر عن تحويل الماده الصحفيه الى ماده مقروءه لها مقاييس واتساعات معينه وارتفاعات محدده بلور في شكل ثابت على الصحيفه. في الحقيقه المجموعه الاولى تتعلق بالشكل بشكل عام، يعني كيف تظهر الصحيفه بالشكل النهائي. هذا الشكل الذي هو محور عملنا او محور عمل المصمم بشكل عام. اما المجموعه الثانيه تعمل على المضمون ما في الصحيفه، كيف تتكون الصحيفه في الداخل، كيف ممكن ان تقرا هذه الصحيفه، وبالتالي تتكون من خلالها عمليه محوريه ثابته. في الحقيقه لكي نصل الى تحديد معين في سير هذه العمليه في الصحف ما بين يعني كيف نكون علاقه ما بين المخرج الصحفي وهذا الجهاز الفني الكبير الذي يعمل من خلاله هذا المصمم والمنفذ في نفس الوقت. اعزائي المشاهدين، الجهاز الفني هنا نقصد جهاز ديناميكي يتولى تنفيذ توجيهات المخرج الصحفي في كيفيه اخراج الصحيفه الى حيز الوجود، وذلك بمتابعه عمليات الاخراج في مختلف الاتجاهات، ويضمن المخرجين المساعدين والمنفذين والخطاطين والرسامين وفنيين الجمع والتصوير والتصحيح والمونتاج. في الحقيقه هذا كله هو اخراج او الجهاز الاخراجي الفني. من الوظائف المستحدثة في هذا الجهاز محرر الإخراج، وهو شخص يجمع في مؤهلاته وخبراته الصحفية بين التحرير والإخراج، ويتولى تنسيق المادة وتوزيعها على الصفحة وتوزيع العناصر الإيضاحية وعناصر الإبراز المصاحبة لها على الصفحة. في الحقيقة هذا معنى الجهاز الفني. نعود مرة ثانية إلى معرفة ما هي المصطلحات التي تتصل بالشكل والتنفيذ أو التوظيف، وهي بمثابة لغة التخاطب بين المخرج والجهاز الفني كأداة لتسيير العملية الإخراجية. في الحقيقة المخرج الصحفي أو المصمم بالأحرى هو من يقود هذه العملية، هو من يعمل على تكوين هذه الأشياء، هو في الأساس يعمل على توجيه هذه الشخصيات بشكل كامل، من مصور ومن رسام ومن مخطط ومن منفذ ومن مساعدين آخرين في هذه العملية. في الحقيقة هناك مصطلحات إخراجية مثل المصطلحات الإخراجية المتداولة في عملية الإخراج، التيبوغرافيا. التيبوغرافيا هو مصطلح لاتيني في الأساس، يعني علم وفن الهيئات المطبوعة، لذا يطبع على هذه هيئات وحدات تيبوغرافية، والاسم مشتق من كلمة تيبي التي تطلق على حرف الطباعة، من حيث هو جسم معدني أو خشبي يعني شكل حرف أو علامة أو خط. أما توزيع الوحدات التيبوغرافية فوق حيز الصفحة وإبرازها وفق خطة معينة يسمى بالإخراج الصحفي أو بالإنجليزي ميس وست. وتنقسم الهيئات المطبوعة إلى ثلاث فئات رئيسية. أولاً الحروف التي يطبع بها صب المواد وحروف العناوين ذات الأجناس والفصائل. اثنين الخطوط والفواصل والعلامات وما لها. ثلاثة الصور والرسوم ونحوها. في الحقيقة الحروف سابقاً هي حروف تطبع من الرصاص. هذه الحروف تصب من خلالها هيئات وتكوينات الحروف التي من خلالها تكون مادة طباعية مهمة. هذه المادة الطباعية تطبع الحروف من خلالها إلى أسطر، هذه الأسطر تتكون من خلالها مادة تحريرية متكاملة. في الحقيقة الخطوط والفواصل والعلامات هي تكوينات دالة لمواد معينة موجودة في الصحيفة، يعني بمعنى مواد مساعدة تساعد القارئ على إيقافات معينة، فواصل معينة، انتهاءات معينة. أما الصور والرسوم
الصور والرسوم هنا تكون يد مساعدة للقارئ المتلقي وأيضا للمصمم. في بعض الأحيان المادة التحريرية تكون مادة شبه جامدة أو تكون مادة بمعنى أصح صعب فهمها، فتحتاج إلى رسوم توضيحية، تحتاج إلى تكوينات إيضاحية تعمل من خلالها على استنباط العملية الفنية. في الحقيقة الحديث طويل في هذا المجال، ولكن نأخذ فاصل من هذه المواد التي تدخل في حيز دراستنا وهي لغة الإخراج. شكرا جزيلا للكادر، وشكرا جزيلا لجامعة بابل لإتاحة لنا الفرصة في تقديم هذه المادة. شكرا جزيلا، معكم الدكتور حسين فؤاد من كلية المجال.